يلا بينا يا جماعة مع الموسم الجديد لفورتنايت. أنا مفتحتوش خالص قبل كده، فتعالوا نكتشفه مع بعضينا. بسم الله، خلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. أنا معرفش ايه اللي بيحصل أصلا، معرفش ايه الأخبار، معرفش أصلا بدأ ولا لسه. هو المفروض إن هو خلاص كده بنام كده واتعمل الأبديت المفروض، بس ساعات بيبقى ايه في وقت شوية يحصل اللونش ولا وات ايفر، الله أعلم. فتعالوا كده نبص مع بعضينا، قلت أخش وأجرب معاكوا عشان الإحساس بيبقى لطيف كده لما نكتشف مع بعضينا. خلينا نشوف كده ونشوف الفيديو اللي في الاول والحركات. حد منكم جرب يا جماعه؟ يا ريت تقولوا لي تعرفوني. اهو الفيديو، تعال نتفرج بقى. Tell me you're getting somewhere. We've already lost so much of the island to that chrome. That's not surprising given the sample's behavior. I've never seen such accelerated cytokinesis. Whoa! Starting to think this may be a problem. Get out of here! That's an order! موضوع كبير، ها؟ This isn't how it ends. هل مثلا معلش انا بجتهد معاك وبفكر معاك وانا بتفرج، هيبقى لها علاقه بفانتاستيك فور؟ فاكرين كان اسمه ايه؟ السيلفر سيرفر، فاكرين ده بتاع مارفل الفانتاستيك فور؟ مش عارف ليه حسيت الموضوع ده ممكن يبقى كده في يوم من الايام يعملوه مثلا قدام شويه ولا حاجه، الله اعلم. خلي بالكوا السيزون دوت مكمل معانا للهالوين، وعلى ما اعتقد هشوف بس نهايته امتى. ممكن يبقى في ديسمبر، لا مش هيكمل معانا للكريسماس ورأس السنة، هيعملوا سيزون جديد أكيد. بس الهالوين بيبقى حلو أوي، بيبقى حلو أوي 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 أوي. أنا بقى نشوف بس كده إيه اللي هيحصل. ماشي، دول كاركتر تاني أهو. دي الكاركترات الجديدة اللي هنجمعها مع الباتل باس. دي هتلاقيها بتتجمع في الصفحة لوحدها دي. أهو شفتوا يا جماعة، دي الكاركترات قدامنا أهي، شايفين؟ ممتاز جدا جدا جدا. طيب الباتل باس طبعا، يلا على طول ان شاء الله رب العالمين. ليه؟ لان احنا اوريدي معانا كوينز، مش هنشتري فلوس، احنا معانا اوريدي ما شاء الله حبه حلوين. فسيبك من بتاعت الليفلنج دي، ما تضيعش البوكس بتوعك على الفاضي. فانا اهو اخد 950، انا معايا اوريدي 2000 وحاجه تقريبا، انا مش فاكر كام بصراحه. فكل سيزون زي ما اتفقنا بنجمعهم عشان نفتح السيزون ده ببلاش. فاحنا هي اول مره بس اللي ممكن تشتري، وبعد كده ما تشتريش تاني في حياتك كلها. كويس، دول حاجات جديده اهي. اهو هنا بقى السيزون باس معانا لحد 3 ديسمبر السيزون ده يا جماعه، زي ما قلت لكم. تمام، فيا لطيف. هنا بقى دي الليله اهي كلها، كاركتر عجيب شويه بس لذيذ يعني، مش وحش. اللبس الاولاني احلى بالنسبه لي، ده برضو حلو مش وحش، ده عجيب بس لذيذ. ده ايه ده؟ ده لذيذ، ده عجبني، ده ممكن، ده ابقى انا عايز اجيبه. ده ماليش انا في الحاجات دي، مش مهم. ده لون تاني؟ لا الاولاني كان احلى. ماشي ماشي، اوكي، سبايدر جوين. ماشي ماشي، حركات ايه برضو. ماشي، دي كده في اخر صفحة. هنا البونص، دول اللي في الاخر خلاص. بص بقى، دول اللي عند الاستفهام دي هتلاقي البنت اللي طلعت في اخر الفيديو بنسبة كبيرة يعني. اهي اهي البنت اهي، شفت انا قلت لكم يعني. يبقى هنا في علامة استفهام وهنا في علامة استفهام، هنشوفها بعد. دي هتلاقي علامة الاستفهام اللي فوق دي اللي بتبقى الالوان السيلفر والجولد والحاجات كده لما تفتح الكاركترز. بس هنا في كاركتر تاني هيفتح قدام بالموسم، دي كاركتر تاني ده ممكن، خلينا نشوف. ممكن يبقى مارفل اللي هو السيلفر سيرفنج دوت، ممكن والله ليه لا يعني. الايتم شوف فيها حاجه جديده برضه، عايزين نكتشف. انا معايا 850 في بوكس، هناخد ان شاء الله من الموسم ده لما نخلصه كله هناخد 1500 كمان، فاحنا ماشيين كويس الحمد لله. ماشي، كل ده
مش دماغي يعني. لا مش مهم. طيب تعال بس نبص بصة على هنا. ايه بقى ده؟ كيك ستارت كويستس. حلوة دي كيك ستارت كويستس، لطيفة دي جدا. كيك ستارت دي لطيفة، دي فيها 1 2 3 4 5 6 7 7 35000. انتوا متخيلين ايه يا جماعة؟ قال لك دامج اوبوننت وذ اسولت رايفل واليمينيت اوبوننت انتر الفيكل والرايد وولد لايف ان ديفرنت ماتشز. ماشي. اوت لاست اوبوننتس بلاي ماتشز سيرش تشيستس ات نيمد لوكيشن فيزيت. طيب يا جماعه هو ده كله هنخبط فيه واحنا بنلعب، وهو حلو ان هو قال لك كيك ستارت على اساس ان انت تتعلم ومنها تستفاد. الديلي في اللذيذ كولكت امو وايل سلايدنج حلوه ديت. ماشي. ديستروي اوبجكتس وايل ان فيكل. ماشي. وسرفايف. ماشي. ديبلوي في الاماكن دي. ريبورت ا بانكر ات نيمد. ماشي. يمت ان انمي بلاير within 5 seconds after sprinting with while chromed. ايه كروم دي؟ دي جديدة دي. ريموت ذا فلير شيب اند نو سويت انشورنس. ماشي. حاجات غريبة شوية دي. ماشي. ودي المايلستونز اللي احنا متعودين عليها. طيب خلينا نبدأ سنة كده ماب الأماكن دي. تعال نفتح المكان ده مثلا الأول. كان في حاجة المفروض تعمل فيه ده. في ده. ماشي خلينا نعمل كده. ماشي. وبعدين في حاجة جنبه. يلا بينا تعال نلعب بقى الدور ال هو ليه معمول سكواد. لا غير لي الكلام ده. سولو ونو بيلد بس. يلا بينا. هو ده عامل لك حاجات جديدة. كروم سبلاش اهي. You are in a world of chrome. Use the chrome splash to make the most of your chromifying journey. ماشي. حاجة جديدة دي. Port a banker اهي. Looking for some much needed protection, throw down a port a banker to protect yourself and the entire squad. And the entire squad. Okay. طيب. ودي ايه في جيم مود تاني؟ ده جيم مود تاني ولا ايه؟ هل هو معمول بس في الحتة اللي فيها بنا؟ ما اعرفش بصراحة. طيب خلينا نشوف كده ايه الاخبار هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كان عايزين ايه بتاعنا؟ حاجة بالكروم اهو. while chromed eliminate an opponent while 5 seconds while sprinting while chromed. لا فين ال اهي deploy. ماشي هنلاقيها بقى ان شاء الله. يلا بينا نشوف. خلينا نشوف ربنا ييسر الامور نكتشف مع بعضينا الدنيا ماشيه ازاي باذن الله. يلا بينا يا جماعة. ايه بقى اللي بيحصل؟ مفيش أي حاجة جديدة. سلاح جديد مفيش. ده عادي يعني كل الأسلحة اللي شفناها لحد دلوقتي عادية. تعال نكتشف مع بعض. كل ده عادي. ده جديد؟ لا ده بتاع الموسم اللي فات ده. اوكي
بقى في سلايد والم ده فاهمين الفكره فين دي من ضمن الموضوع تعالى ناخد بقى ايه تمرين لطيفه كده بسم الله ادي جاز في ظهره الله السلام عليكم دي تلاتة حلو دي كنت بحبها دي يبقى دي هانتر بولت اكشن سنايبر ما بحبش اللي هي واحدة واحدة ماشي يلا بينا هنا دور واحد بس نكتشف مع بعضينا اللي بيحصل هنا في ليلة زحمة نروح نفتح احنا اللي هناك معلش نروح البعيده دي تلاقي الناس كلها طلعت ليها نازله برضو في الايه في اللي هناك دي احنا نروح المختلف نشوف ايه الاخبار طيب هو حلو عايزين ناخد دول مهمين جدا يا جماعه قال لك دامج ماشي 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 بالاسولت وديفرنت وبيكل ورايت واوت لاست وبلاي وماتش وسيرش ويوز ديفرنت ماشي ماشي انا من نشوف حاجات هنا حلوه نفتح تشستات في المكان اللي احنا نازلين ده تفرض نيمد دي حاجه كويسه عايزين تشستاي هنا الله ليه 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 طيب تشستاي هنا ادي لاند اهو فرح هو اهو ادانا ونصلحها تشستاي هناك في واحد كان بيضربه صح يا جماعه ولا انا بهزي طيب وبلاي ماتش وتشيست انا دفعت اهو الدامج بالاسولت رايفل عايزين اسولت رايفل عايزين حتى اسولت رايفل طب في هنا بتاع خلينا نعد احنا عايزين سبعة اصلا دي مصلحة اصلا محتاجين نحط رايك في يا جماعة في حد في حد اهو بس انا عايزين اسولت رايفل تعالى
لوك داون ثمب. ده حاجة مهمة دي. In single match. اوكي. In single match. يعني انا عايز واحدة كمان. صعبة دي. انا لو ناخد دي عشان دي تقدم انا حاجة حلوة. اسولت رايفل الدين. احنا عندنا مش ان الاسولت رايفل يا جماعه ما تنسوش. ها ايه دي بقى؟ اي كروم سبلاش. يا سلام. ايه بقى الكروم سبلاش دي بقى يا جماعه؟ قال لك المفروض اعمل كده معرضه للضربه. كان في حاجه للكروم سبلاش هنا في الويكي تقريبا اهو. اليمينيت ان انمي بلاير ويذن 5 مينتس افتر سبرينج after sprinting while chrome. ماشي في chrome تاني في الاخر. use chrome splash on a structure and phase through it within 5 seconds. طيب يعني انا فوت مش فاهم. اهو خلاص عملتها. ايه انا عملت دي؟ عايز اعمل دي بقى. eliminate an enemy within 5 seconds after sprinting. 5 seconds only. يعني انا سبراي. فهمت يا جماعة. انا فهمت المفروض اعمل ايه. يعني انا لازم اعمل السبراي يا جماعه الاول وبعدين 5 ثواني بقى بعد السبراي اكون اليمينيت بقى ولا قال لك ايه؟ اليمينيت. شيزام اليمينيت. ها صعبه دي. انت عايز تقتل حد. مع الشغل العالي. اي الله الله الله. عندك 2 في ماتش واحد. حظنا حلو بس خلاص كده. مش هو قال لك 2 ماتش واحد؟ مش عارف. مش هو قال كده يا جماعه؟ عايزين بقى نعمل حاجتين في وقت واحد. ايه هي؟ هقول لكم بقى. اول حاجه عايزين نعمل الكروم دي وبعدين نضرب واحد خلال 5 ثواني بالاسولت رايفل. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت شغل عالي. عملت دامج وعملت الموضوع ده. هاي 5 ثواني كده حصل. ما تقوليش ما حصلش. حصل.
حصل ولا ايه؟ مش بعد السبرينج حصل؟ 150 سيبك من ده دلوقتي. لا ما انا عملت اليمنت افتر سبرينج وايل كرومد. يا ساتر افتر سبرينج وبعد كده المفروض ابقى كرومد يعني وبعدين اضربه؟ دي مستفزه جدا حبيبي. انا ما فهمتهاش كده. اتعملت يا جماعه ولا ايه؟ يا جماعه ايوه اتعملت ايوه كده عيب. تعالى يا حبيبي انت جاي لي في ملعبي. ده انا شخص سنايبراوي قديم. حلوه حلوه الاسلحه دي لقيتها لذيذه دي. فين بيضرب؟ ده انا بالعافيه. ده اللي حصل ده بالعافيه يا جماعه. انا نهار ابيض والله اللي حصل ده معايا بالعافيه. نطلع من الزحمه دي. مين ضربني بقى من ورا؟ ماشي مفتكش ماشي بس الحمد لله عملنا اللي علينا. موضوع لذيذ فيه اسلحه جديده محتاجين نكتشفها مع بعضنا. تخيل احنا عملنا شويه اشياء لطيفه كفيرست جيم يعني. تعال نشوف بره كده ايه اللي حصل وصلنا الليفل كام ولا عملنا ايه.
عملنا حب حلوين على فكرة. الستارت اب دي لطيفة جدا، برضه بتعرفك على الجيم بشكل او باخر، وفي نفس الوقت بتلم بيها شوية حاجات لطيفة. تعال نبص كده مع بعضينا. 5 يعني طلعنا ليفل، بقينا ليفل 2، بقينا ليفل 2 اهو ونص 2 كمان، فدي حاجة كويسة. تعال نبص كده عملنا ايه الحاجات الباقية دي. بص احنا قربنا في حاجات كتيرة، خلي بالكم يعني اخر اتنين دول احنا قربنا فيهم. اوت لاست ان شاء الله دورين ثلاثة بكتير تخلص، ودول اولموست دان، ودي حاجة كويسة. الديلي ما عملناش منهم حاجة، عملنا بس دي، فممكن تعمل على طول. والويكلي عملنا منهم اصلا اتنين، ودي حاجة لطيفة جدا خلي بالكم. طيب ايه بقى ده؟ ايكون سيريس، ايكون سيريس معرفش دي حاجة بقى. اليمينيت كومبليت ان ايبك بيكس. اوكي دي نوت افيلبل ان ذا كرنت ماتش، يبقى لازم نخش ماتش معين نعمل فيه الموضوع ده. ماشي anyway ده لطيف، خدنا اهو شوية حاجات لطيفة. المهم ان انتوا تكونوا اتبسطتوا، وخلينا نشوف بقى قولوا لي تعليقاتكم، ايه اخباركم، اللي جرب يقول لي رايه فيها ايه السيزون، لو عارف حاجه جديده يقول لنا عليها برضو ان شاء الله في الكومنتات، وخلينا نشوف نجرب كده مع بعضينا ممكن دور تاني ولا حاجه بعدين. يلا باي باي.